ازيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير مع حلقه جديده وقصص جديده من قصص المتابعين وزي ما بقول لكم كل مره انا معرفش قصص المتابعين دي هل هي قصص حقيقيه ولا مش حقيقيه أنا بس بحكيها زي ما هما بعتوها وأنتوا تسمعوها مني وتستمتعوا بالرعب اللي فيها وأنتوا اللي تحكموا عليها وتقولوا إذا كانت حقيقية ولا مش حقيقية. والنهارده أنا جايب لكم خمس قصص من قصص المتابعين، والقصص مدتها ما بين قصيرة ومتوسطة. المهم عشان ما أطولش عليكم المقدمة، ما تنسوش لو إن شاء الله القصص دي عجبتكم أو الفيديو ده عجبكم تعملوا لايك وشير ليه من كل أكونتاتكم ومن كل مواقع التواصل الاجتماعي. وما تنسوش برضو الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات عشان توصلكم الفيديوهات في ميعادها ولو حبيتوا تعملوني متابعة على صفحة الفيس او على حساب التيك توك او حساب الانستجرام هتلاقوا لينكات الحسابات دي كلها موجود في وصف الفيديو تحت ولو حد منكم عنده اي قصة او عنده اي تجربة وحابب يحكيها لي ممكن يبعتها لي على رسائل صفحة الفيس او يكتبها في كومنت من الكومنتات على الفيديو ده او يكتبها في كومنت من الكومنتات على صفحة الفيس وان شاء الله لو لقيت القصة حلوة وتستاهل ان انا احكيها في فيديوهات قصص المتابعين ويلا دلوقتي طفوا الأنوار والبسوا الهاند فري في ودانكم علشان نبتدي نحكي أول قصة من القصص بيقول صاحب القصة الأولى في يوم برد جدا من أسوأ أيام الشتاء قرر والدي أنه يسافر البلد بتاعتنا في الأرياف علشان يتناقش مع عمي في مشكلة من مشاكل العيلة والأرض والورث والحاجات دي فضلوا الاتنين والدي وعمي يتكلموا لساعات طويلة وأنا كنت صغير وما كنتش فاهم إيه الحوار اللي ما بينهم لكن الكلام ما بينهم سخن جامد لدرجة أن صوتهم بقى عالي قوي وهنا لقيت والدي قام مرة واحدة وهو متضايق ومسكني من كتفي وقال لي يلا عشان نروح الوقت ده ساعتها كان متاخر جدا وعشان نرجع المدينه بتاعتنا صعب جدا اننا نلاقي اي مواصله نركبها في الوقت ده فعمي طلب من والدي اننا نبات عنده لحد الصبح ونمشي بالنهار لكن والدي كان رافض الاعاد عند عمي واصر اننا نمشي دلوقتي حالا وهو مش مدرك اننا مش هنلاقي اي مواصله نركبها ومع اصرار والدي الشديد اننا نمشي في الوقت المتاخر ده عمي ضبر لنا عربيه توصلنا على اول الطريق العمومي ومن على الطريق العمومي هيبقى سهل اننا ندبر ونلاقي أي مواصلة ترجعنا المدينة، كانت عربية نص نقل ركبنا فيها أنا والدي لحد ما السواق مشكورًا وصلنا للطريق الرئيسي، شكرنا السواق وابتديت أنا ووالدي نشاور لأي عربية على الطريق علشان تاخدنا معاها في السكة، موقفناش كتير يا دوبك عدى علينا كام دقيقة ولقينا أتوبيس تبع شركة من الشركات، والحمد لله الأتوبيس وقف لنا، وأول ما الأتوبيس وقف لقينا واحد نزل منه. فوالدي سأله إذا كان الأتوبيس ده رايح في اتجاه المدينة بتاعتنا فقال لنا أيوة طلعنا الأتوبيس وكان فاضي من الركاب ما كانش فيه غير السواق فضل الأتوبيس ماشي بينا حوالي تلت ساعة وأنا كنت قاعد جنب الشباك لكن لاحظت إن مش هو ده الطريق بتاعنا، كلمت والدي عشان أنبهه، لقيته اتضايق جدا وراح للسواق وقال له إيه اللي خلاك تطلع من خط السير بتاعك؟ فالسواق قال له إنه رايح لمدينة تانية غير المدينة بتاعتنا، فوالدي قال له إزاي الكلام ده؟ أنا من فترة سألت الراجل اللي نزل من الأتوبيس وقال لي إنه رايح في إتجاه المدينة بتاعتنا، وهنا السواق ضحك بسخرية وقال لوالدي، راجل مين اللي نزل من الأتوبيس؟ أنا ما كانش فيه أي حد راكب معايا قبل ما أنتوا تركبوا. وقال السواق لوالدي: أنا وقفت لك بس خدمة إنسانية مني لما شفتك إنت وابنك الصغير بتشاورولي عشان أقف، لكن أنا ما وقفتش عشان أنزل أي حد من الأتوبيس، لأن الأتوبيس أصلاً أنا راجع بيه فاضي، فوالدي طلب من السواق يقف وينزلنا، فالسواق قال له: خلي بالك المنطقة اللي إنت هتنزل فيها دي خطر جدا فوالدي قال له مالكش دعوه نزلنا هنا وتشكر قوي على التوصيله ونزلنا على الطريق وانا كنت مرعوب من منظر الطريق الطريق كان اسود وكله ضباب كنا انا ووالدي بنشوف بعض بالعافيه مشينا شويه لحد ما وصلنا لشط ترعه وعليه انطره صغيره او كبر صغير وكان على اول الكوبري قاعد مجموعه من الفلاحين ومولعين حطب وقاعدين يتكلموا ويضحكوا مع بعض سلمنا عليهم ووالدي سالهم على الطريق فقالوا لنا نعدي الكوبري ونفضل نمشي وسط الحقول على طول لا يمين ولا شمال، وفي اخر الطريق هنلاقي الطريق الرئيسي اللي بتمر فيه العربيات اللي رايحه في اتجاه المدينه بتاعتنا، وقالولنا ان الطريق اللي هنمشيه ده طويل شويه ومكسر، وهنضطر اننا نمشيه على رجلينا، فسالتهم هو الطريق طوله قد ايه؟ فواحد منهم ضحك بطريقه غريبه وقال لي اننا قدامنا 20 كيلو متر هنمشيهم على رجلينا، علشان نوصل للطريق الرئيسي، فبصيت في عين الراجل ده لقيتها محمره بطريقه غريبه وبصيت في عينين بقيه الفلاحين لقيت نفس اللمعه في عينيهم قلت في بالي ممكن ده انعكاس النار في عينيهم لكن انا ما كنتش مستريح لهم وقلت لوالدي يلا بينا نمشي بسرعه فضلت ماشي مع والدي وانا تعبان ومرهق لكن في نفس الوقت كنت مرعوب جدا، الدنيا ضلمه وضباب وصوت الرياح البارده بيصفر في وداني كانها الف شبح بيجروا ورايا، ابتدى جسمي يترعش لكن مش من البرد، من اصوات ابتديت اسمعها شويه شويه بتهمس في وداني، وقدرت اميز الاصوات دي عن صوت الرياح، كانت اصوات عامله كانها صوت واحده ست عجوزه بتضحك بطريقه خبيثه، او كانها ضحكة شماته، قلت في بالي يمكن اكون بتوهم، سالت والدي اذا كان هو كمان سامع الاصوات دي لقيته سكت كده شوية وبرق بعينيه كنت شايف وشه على ضوء السيجارة اللي كان بيشربها اول مرة شوفه بيشرب سجاير بالطريقة دي كأنه كان بيأكل السيجارة مش بيشربها حسيت انه مش عايز يبين نفسه قلقان وخايف وقال لي لا 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 مفيش اصوات ولا حاجة ده انت بس بيتهيألك ده تلاقيه صوت الهوا وهو بيعدي ما بين الزرع والشجر حاولت ان انا اقنع نفسي ان انا بيتهيألي لكن صوت الضحك الخبيث فضل مستمر فوداني طول ما انا ماشي على الطريق الطريق طويل ومش عايز يخلص والدقايق بتعدي عليا كانهم سنين وفجاه ظهر لنا حيوان من بين الزرع كانت انيابه بارزه وعينيه بتلمع بطريقه رهيبه فضل يقرب ناحيتنا وكان باين عليه انه ناوي على شر مره يمشي بالقرب من والدي ومره يمشي بالقرب مني ومره يمشي ورانا والدي قال لي ان ده يبقى ذئب ولولا السيجاره اللي هو مولعها كان هجم علينا وفضل يشرب سجاير ورا بعض بطريقه شرهه وما كانش في سجارة قديمة إلا لما يولع الأول واحدة جديدة وكان ماسك إيدي جامد عشان ما بعدش عنه لحد ما لقيناه جري مرة واحدة وهو عمال يبص وراه كأن في شيء كان بيطرده وخوفه وخلاه يهرب لقيت والدي بيبص ناحية مكان الذئب كان باصص عشان يعرف إيه اللي خوفه وخلاه يجري فلقى ست عجوزة كانت واقفة وعمالة تشاور له يقرب منها والدي كان متردد يروح لها ويشوفها عايزة إيه ولا يطنشها ويكمل أحسن طريقه لقيتها بتنادي على والدي من بعيد بصوت مبحوح وبتقوله امشي انت وابنك وبصوا قدامكم وإياكم تلتفتوا وراكم وإلا هياخدوكم من غير رجعة وباذن الله هتوصلوا لنهايه الطريق في وقت قصير فوالدي قال لها هم مين دول اللي هياخدونا فردت عليه وقالت له انه ما يسالش وما يحاولش يلتفت وراه ولو للحظه واحده والا وقع في المحظور وقالت له ساعتها هتكون نهايتك انت وابنك ومش هينفعك الندم فوالدي شكرها ومشينا انا وهو وكملنا طريقنا واحنا في الطريق كنت سامع كان في ناس بتمشي ورانا وعايزه تحصلنا وصوتهم كان عامل كانهم بينهجوا وهم بيجروا من كتر الرعب كنت لسه هلتفت وابص ورايا لقيت والدي ضغط على ايدي جامد وحذرني ان ابص ورايا، وقال لي انت ما سمعتش الست العجوزه قالت ايه؟ وكان بيكلمني كانه بالفعل كان مصدق كلامها، فضلنا ماشيين في الطريق واحنا سامعين ومتاكدين ان في حد بيمشي ورانا، لكننا ما كناش بنلتفت ورانا مهما حصل، لحد ما شفنا اخيرا نور في نهايه الطريق، تقريبا كانت انوار عواميد النور بتاعه الطريق العمومي اللي كنا رايحين له، فحمدنا ربنا وابتدينا نمد في مشيتنا عشان نوصل للطريق العمومي بسرعه، وبعدها لقينا الاصوات اللي بتطردنا عماله تقل شويه شويه وسمعنا اصوات الناس اللي بتجري ورانا بتصرخ كانهم بيتحسروا وبعدين اصواتهم تختفي وصلنا للطريق الرئيسي واحنا مش مصدقين نفسنا ووالدي شاور لميكروباص وقفلنا وركبنا ولقينا سواق الميكروباص بيبص لنا باستغراب وقال لوالدي انتوا بتعملوا ايه هنا وجيتوا هنا الطريق ازاي فوالدي شاورله على الطريق اللي جينا منه فقال لنا الحمد لله ان انتوا طلعتوا سلام من المنطقه دي فوالدي ساله اشمعنا يعني فقال له إن إنت وإبنك تطلعوا سلام من الطريق ده ده يبقى أعجوبة أو معجزة لأن الطريق ده إختفى فيه ناس كتير وحصلت فيه حوادث كتير وراح ضحيتها عدد كبير من الناس، حتى تجار المخدرات اللي حاولوا يستغلوا الطريق ده ويهربوا منه بضاعتهم كان كل يوم بيموت منهم واحد بطريقة غريبة أو يختفي من على وش الدنيا واللي كانوا بيلاقوه ميت كانوا بيلاقوا على وشه علامات الخوف والفزع كأنه شاف حاجة مرعبة هي هي اللي جابت أجله حتى الشرطه ما عندهاش الجراءه انها تدخل الطريق ده بالليل فوالدي طلب من السواق ما يقولش الكلام ده قدامي علشان انا طفل صغير وممكن اخاف ويجيلي كوابيس فالسواق ضحك على كلام والدي وقال له يا عم الحاج ده انتوا كتبلكم لكم عمر جديد النهارده وقال لنا مش هاخد منكم اي اجره حلاوه اننا طلعنا بالسلامه والحمد لله وصلنا لحد المدينه بتاعتنا على الفجر وما كنتش مصدق اننا قضينا الليله اللي فاتت دي كلها في الرعب واننا اخيرا رجعنا بيتنا بسلام بتقول صاحبة القصة التانية أنا كوثر من المغرب وهحكي قصة كانت أمي والجن أبطالها، لما كان عندي شهرين وأمي كانت بترضعني وهي فاردة جسمها على السرير ومسترخية وكانت هي وقتها شبه نايمة، كانت خلاص بتنام على نفسها، فجأة حست ببرودة شديدة خلتها تصحى من النوم، فقامت علشان تشد الغطا عليها وشافت في الأوضة راجل عجوز غريب، الراجل على وصف والدتي بتقول إنه كان عنده لحية بيضة كبيرة وكان لابس جلابية وكانت بتفوح منه ريحه المسك والعنبر وكان وشه مريح جدا ويطمن القلب لكن اول ما شافته والدتي كانت مرعوبه جدا وكان هيغمى عليها لحد ما هو اتكلم وقال لها ارجوكي حفيدي محتاج للحليب والا هيموت من كتر العياط واحنا مش جايين ناذيكي لا انت ولا اطفالك وبتقول صاحبه القصه بالمناسبه انا كنت وقتها البنت الوحيده لابويا وامي المهم والدتي قالت للراجل ده او للشيخ ده انت مين فقال لها مش مهم انا مين المهم ان في طفل محتاج لك علشان يرضع في اسرع وقت ممكن فامي قالت له خلاص هعملك اللي انت عايزه بس ارجوك ما تاذنيش فقال لها الشيخ ورب الكعبه المشرفه مش هيمسك سوء وبعديها الراجل العجوز نادى كده بطريقه غريبه وبعدين ظهرت امراه كان لونها شاحب كانها مريضه وكانت شايله طفل بيبكي بكاء شديد والمراه كانت خايفه ومرتبكه فراحت مديه طفلها الرضيع لأمي وقالت لها ارجوك بسرعه فبدات امي ترضعه لحد ما بقت خدوده لونها وردي وبقى هادي جدا وبيضحك وبعد كده امي حطته جنبي وابتدت تسال الناس الزوار دول انتوا ودخلتوا البيت ازاي؟ وشمعنا انا يعني اللي اخترتوني علشان انقذ ابنكم؟ فقال لها الشيخ احنا من الجن وبنعبد الله وحده وما بنشركش بيه شيء واحنا يا بنتي ساكنين هنا في بيتكم وبالظبط في الغرفه دي وبناكل من اكلكم وبننام وقت ما انتم بتناموا وطول فتره عشنا هنا وانتي بتعاملينا معامله كويسه وبنحب نسمع قران الصبح اللي انت بتشغليه كل يوم فده بيريحنا جدا وبنتي خلفت ابنها ده لكن حليبها مش مناسب ليه واحنا خد وسافرنا بيها لاطبائنا في اقصى العالم علشان نلاقي حل لكن للاسف كل مدى الحليب بتاعها كان بيزول بشكل تدريجي لحد ما اختفى وما كانش قدامنا غيرك انت يا بنتي علشان تنقذي طفلها فانت طيبه وحليبك مبارك فبتقول صاحبه القصه ام اندهشت من كلامه وما عارفه ترد عليه وتقول ايه فقال لها ان انت ليكي جايزه للي انت عملتيه ده وهيكون ولادك محروسين دايما ومش هيقرب لهم شيطان طول ما احنا موجودين هنا وقال قال لها الهدية دي مني وراح مديها رزمة فيها أعشاب وحنة ومصحف ذهب وقال لها أنت بالطريقة دي هتساهمي في علاج كل حد يلجأ ليكي فأنت طبيبة وعندك القدرة الكاملة على العمل ده وبعد كده حط إيده فوق راس أمي وبدأ يتلو عليها صوره مريم ومشي هو وبنته والطفل معاهم وبتقول صاحبه القصه انا عندي دلوقتي 18 سنه وامي بتقوم بالرقيه الشرعيه لكل شخص محتاج وبتعالج كل اللي يلجا ليها لكن في سبيل الله من غير ما تاخد اي مقابل وامي محاميه وبتعرف حاجات كتير جدا غريبه وتقدر تعرف الشخص اللي قدامها بيفكر في ايه اذا كان خير او شر واحنا والحمد لله دلوقتي عايشين سعده وبخير القصة الثالثة من الجزائر وبتقول صاحبتها الأحداث الدموية لاستقلال الجزائر والمجازر اللي حصلت يوم 8 مايو خلفت آثار بشرية كبيرة وكانت مأساة على الشعب الجزائري بعد استقلال الجزائر بسنين اتجوز عمي امرأة وعاش معاها لسنين وهي ماتت الله يرحمها من أربع سنين وقبل ما تموت حكيت لي حكاية مش قادرة انساها من كتر ما هي كانت مرعبة مرات عمي ما كانتش بتخلف لان عمي كان عقيم فجابت بنت من الميتم عشان تربيها وكانت ساكنة في بيت قديم مبني من قبل الثورة الجزائرية بدأت القصة لما عمي كان بيخرج برا البيت ويسيب مراته وبنته لوحدهم وفي يوم خرج عمي كعادته يروح شغله وكانت مراته دايما تفضل مستنياه يرجع للبيت لكن في اليوم ده عمي اتأخر في الشغل فمراته نامت هي والبنت الصغيرة لوحدهم وبعد فتره مرات عمي صحيت على صوت باب الاوضه التانيه وهو بيتفتح فافتكرت ان عمي رجع البيت وفتحت باب اوضتها ونادت عليه لكن مكنش في حد بيرد فراحت عند الاوضه التانيه اللي طلع منها الصوت علشان تشوف فيه ايه وشافت منظر مرعب خلاها تصرخ بصوت عالي شافت في الاوضه التانيه شبح لراجل ضخم كان لابس زي الجيش الجزائري وماسك في ايديه سلسله حديد ولابس جزمه كبيره زي اللي بيلبسها المصارعين فخافت منه وجريت على اوضتها وقفلت على نفسها الباب وفضلت حضن البنت الصغيره لكن بعد كده لما طلعت من اوضتها علشان تبص عليه لقيته اختفى لما عمي جه اليوم ده البيت متاخر حكيت له على اللي شافته وكذبها وقال لها ان دي تهيؤات علشان هي قاعده لوحدها في البيت وخايفه وفي اليوم اللي بعده اتكرر نفس الشيء ومرات عمي قالت له ان قبل ما يظهر لها الشبح ده كانت سامعه صوت السلسله اللي في ايديه وكانت سامعه صوت حذائه وهو بيدب بيه على الارض وقالت انها شافته وهو بيعدي من باب الاوضه الثانيه وهو مقفول وعدى من الباب كان مفيش حاجز قدامه لكن المرة دي اتغلبت على خوفها واتشجعت وسألته انت مين فمردش عليها فضلت تسأله عن اسمه فقال لها ان اسمه سليمان فقالت له انت عايز ايه فقال لها مش عايز حاجة فقالت له طب انت ليه بتيجي هنا كل ليلة وترعبني انا وبنتي لكنه مردش عليها ودخل في شق صغير في الجدار واختفى زي ما ظهر وفي اليوم اللي بعده عمي قرر ما يروحش شغله ويفضل قاعد في البيت علشان يشوف ايه الحوار ده وفي الليله دي الشبح ظهر من تاني ولما عمي ساله انت عايز ايه الشبح مسك عمي وشاله زي المصارعين وطوحه في الهوا ورزعه في الحيطه فراحت مرات عمي تترجاه انه يسيبه فراح داخل في نفس الشق في الجدار واختفى جواه وفي اليوم اللي بعده الصبح راح عمي لإمام مسجد وحكى على اللي حصل، فقال لعمي حط في كل باب حجره عندك في البيت مفتاح ولازم ترقي بيتك بالقرآن الكريم، وفعلا عمي عمل اللي طلبه منه الشيخ، والشبح ده ما ظهرش مره تانيه، وبعد كده عمي عزل من البيت ده وسكن في شقه في عماره، وبتقول صاحبة القصه في الاخر ان مجازر 8 مايو خلفت وراها حزن وألم شديد للشعب الجزائري، وهناك الكتير من القصص اللي بتتكلم عن اصوات واشباح الناس اللي اتقتلوا وهم أبرياء من الاستعمار المدمر الخميس بيقول صاحب القصه الرابعه وهي قصه من ليبيا، بيقول انه زمان كان عايش مع عيلته في بيت مكون من طابق واحد، وبيقول انا في الفتره دي كنت في تانيه ابتدائي او تالته ابتدائي، مش فاكر بالظبط، وليا اتنين اخوات بنات واحده اكبر مني وواحده اصغر مني، كنت انا واختي الكبيره في مدرسه مشتركه، كنا بنروح المدرسه مع بعض ونروح البيت مع بعض، مدرستنا كانت على بعد حوالي كيلو او كيلو ونص كيلو متر من البيت، وفي نص الطريق كان في مبنى مهجور، والمبنى ده زمان كان مدرسه، واللي سمعته بعد كده ان المدرسه المهجوره دي كانت مبنيه على انقاض مقبره قديمه، وفي ناس قالوا انهم شافوا فيها حاجات غريبه بتحصل، الابواب الخارجيه للمدرسه كانت مخلوعه ومحطوطه جنب السور، واحنا في طريقنا لمدرستنا انا واختي الكبيره كنا بنحب دايما نمر من حوش المدرسه المهجوره دي، ونمشي فيها وبعدين نطلع من البوابه الثانيه ونروح مدرستنا، ونفس الكلام كنا بنعمله واحنا مروحين البيت كنا اطفال ما كناش فاهمين احنا بنعمل ايه وفي يوم خميس لما خلصت الحصه الاخيره واحنا مروحين على البيت اختي اصرت اننا ندخل جوه مبنى المدرسه المهجوره ونستكشف ونشوف ايه جواه وكان في الوقت ده معانا زميلنا اللي اسمه سيف وسيف عجبته الفكره قوي واصر انه يجي معانا دخلنا المبنى اللي كان فيه عدد غرف كتيرة وكانت الغرف دي هي الفصول كان فيها ديكك وكراسي مكسره ومردومه بالتراب وكان في فصول تانية كانت مقفولة ومعرفناش نفتحها فأخت دفعها فضولها إنها تبص على فصل من الفصول المقفولة دي من خلال خرم الباب وشافت جوه الفصل كأن في حد بيتحرك جوه كان في حد قرب من الباب عشان يفتحه فلقيتها صرخت بصوت عالي وجريت وقالت لنا يلا اهربوا من هنا فضلنا نجري شويه في حوش المدرسه بس صاحبنا سيف اصر اننا نكمل بقيه المغامره بتاعتنا في المدرسه طلعنا الدور الرابع ولقينا اوضه مفتوحه تقريبا دي كانت اوضه مدير المدرسه كان في دولاب ملفات وكان في ادراج فتحنا اول وتاني درج كانوا فاضيين وجينا نفتح الدرج الثالث لقينا قطه سوداء نطت في وشنا وكانت بتجري وهي مفزوعه وبمجرد ما القطه خرجت من باب المكتب طلعنا نشوف هي راحت فين لقيناها اختفت كان خلاص المغرب قرب يأذن والشمس ابتدت تختفي شوية شوية، فقلنا كفاية لحد كده ونروح بقى على بيوتنا، قبل ما الدنيا تليل علينا في المكان المرعب ده، نزلنا على السلالم وكنا خلاص لسه هنخرج، لقينا نور الحمام بتاع المدرسة عمال يولع ويطفي، كان بيولع ويطفي بسرعة كأن لمبة الحمام ملمسة أو في مشكلة في الكهرباء، وإحنا واقفين على باب الحمام من بره سمعنا صوت إمرأة بتبكي جوه الحمام. فتحنا كل أبواب الحمامات جوه لكنها كانت كلها فاضية مع إننا كنا متأكدين إننا سمعنا صوت المرأة اللي بتبكي جوه، وبعد اليوم ده بأسبوع أو أقل بقت تحصل حاجة غريبة وخصوصاً وقت المغرب، لما تكون أمي بتصلي المغرب وأنا وإخواتي وأولاد الجيران بنلعب في الشارع كنا بنشوف راجل كبير عجوز لابس جلابية لونها غامق وعليها جاكيت أسود مقطع ومطرب، ولمدة أسبوع فضل الراجل ده يمر من نفس المكان وفي نفس التوقيت. وما بيظهرش الا لما تكون امنا بتصلي المغرب ويفضل يراقبنا واحنا بنلعب وكانه كان متربص لنا ومستني اي فرصه علشان يقرب مننا ولما كنا ننادي على امنا علشان تيجي تبص وتشوفه كان ياخد بعضه على طول ويمشي اخر مره شفناه فيها كانت امنا كالعاده بتصلي المغرب وفجاه لقيته قرب علينا بسرعه ومسك أختك الكبيره من رقبتها وكان عمال يخنقها فضلنا كلنا نصرخ جامد في الشارع ولما سمع امي وهي بتنده علينا وجايه تشوفنا بنصرخ ليه ساب اختي بسرعه ودخل شارع جانبي واختفى بسرعه البرق امي حاولت تجري وراه عشان تشوف هو راح فين لكنه اختفى تماما اما اختي الكبيره اللي كان بيحاول يخنقها فقالت لنا انها لما بصت في عينيه وهو ماسكها من رقبتها كانت عينيه مش طبيعيه وكان في لون غريب تحت جفونه وبالرغم من صغر سني في الوقت ده لكني مش هنسى الرعب اللي شفته في الكام يوم دول ومن وقتها وامنا بطلت تطلعنا نلعب في الشارع وقت المغرب والمدرسه المهجوره اللي احنا دخلناها اتدمرت دلوقتي بسبب الحرب ولحد دلوقتي كل ما امر من جنبها انا واختي نفتكر الايام المرعبه اللي مرينا بيها واحنا صغيرين القصة الأخيرة اللي هنختم بيها حلقتنا هي قصة صغيرة وهي قصة مرعبة وحزينة بتقول صاحبة القصة من فترة صغيرة اتوفت عمة أمي الله يرحمها وفي حديث أمي عنها حكت على حكاية غريبة حصلت مع ابنها اللي توفى قبليها بكذا سنة حصلت حاجة غريبة جدا في جنازته حيرت الجميع وحبيت اشارككم القصة دي ابن عم تومي زي ما قلت لكم اتوفى من سنين وكان كبير في العمر ومتجوز وما كانش له اولاد ولقوا جثته في بيته بعد ساعات من موته المسكين مات وهو مشتاق يشوف اهله خصوصا امه اللي هي تبقى عمه امي، لكن كان في بينهم مشاكل كبيره في العيله علشان كده قطعوا علاقتهم بيه وما كانش حد بيزوره، وانا الصراحه ما عنديش اي خلفيه عن تفاصيل المشاكل دي، ومعرفش الوضع ما بينهم كان عامل ازاي. المهم كاجراء طبيعي جثته تعرضت للتشريح لمعرفه سبب الوفاه المفاجئ لانه ما كانش بيشتكي من اي امراض، فممكن تكون وفاته فيها شبهه جنائيه، لكن بعد ثلاثة ايام من التشريح وحفظه في ثلاجه الموتى في المستشفى اتضح ان سبب الوفاه طبيعي واهله خدوا التصريح بالدفن لحد ما خدوه من المستشفى على البيت علشان يعملوا له الجنازه بتاعته وعشان عيلته تودعوا الوداع الاخير ويشوفوه للمرة الأخيرة وأهم طبعا شخص كان عايز يودعه الوداع الأخير تبقى أمه اللي هي تبقى عمة والدتي واتحط في الصالة في البيت وكل أهل البيت وعيلته قاعدين يبكوا عليه وأمه كانت طبعا أكتر واحدة فيهم مقطعة نفسها من البكاء عليه وفي وسط كل بكاء الحاضرين حصلت حاجة غريبة جدا فجأة جثته اتحركت وفتح عينيه ونظر لأمه نظرة الوداع الأخير وفضل مركز في عينين أمه لفترة صغيرة وبعدين قفل عينيه تاني وكل اللي كانوا معاه في الغرفة وقفوا بكا من كتر صدمتهم من المنظر اللي شافوه ده حتى امه اللي كانت اكتر حد في الجنازه بيبكي هديت شويه بعد ما شافت المنظر العجيب ده واكتر من عشرين شخص من اللي كانوا في الجنازه شافوا ازاي فتح عينيه قدامهم وبص على امه وكان من بين الحاضرين خالتي الكبيره وهي اكدت القصه دي فعلا وانا لحد دلوقتي مستغربه ازاي الموضوع ده حصل هل هو كان متلبسه جن ولا ايه بالظبط الراجل كان ميت فعلا من ثلاث ايام ووفاته اتاكدت وأهله خدوا تصريح بالدفن معقولة تكون أمنيته الأخيرة اتحققت إنه يشوف أمه؟ الصراحة أنا مش عارفة الإجابة ايه وبتقول صاحبة القصة ايه رأيكم في اللي حصل ده؟ هل سمعتم عن حادثة مشابهة للحادثة دي؟ أو عندكم أي تفسير؟ ياريت تجاوبوني بس ولحد كده خلصت القصص بتاعت النهارده يا رب تكون عجبتكم ما تنسوش لو القصص عجبتكم او الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير لي من كل اكونتاتكم ومن كل مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش الاشتراك في القناه وتعملوا لي متابعه على صفحه الفيس وعلى حساب التيك توك وعلى حساب الانستجرام هتلاقوا لينكات الاكونتات دي كلها موجود في وصف الفيديو تحت وان شاء الله اشوفكم على الف خير في حلقه جديده وقصص جديده واقول لكم مع السلامه